زيد فما اللي يقول لك اليوم لا باش نرجع لك على مشكلة التمويل. راهو بعض الأحزاب اللي تحب تخدم قد واللي تحب على تمويل واضح وعمومي ما تلقاش ساعات للأسف حتى كيفاش توصل صوتها للوحد. يعني اللي قطع فعلا خط الوصل راهو من قبل ميك القانون الانتخابي فوالا. انا حبيت نحكي على لو فما مشكل أساسي اللي هو التمويل الحياة السياسية في تونس من الناحية العمومية وبالمرفق العمومي. كل بلدان ديمقراطية فيها التمويل من الأداءات يقع تمويل الأحزاب السياسية بصفة قانونية. هذا هو الضمان استمرارية الديمقراطية والتعددية.